تواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات بالأسلاك التعليمية الثلاث براسم الموسم الدراسي 2021 و2022. إذن حسب آخر مذكرة سوف نتحدث عن تاريخ إجراء فروض المراقبة المستمرة وكذلك الامتحانات بالنسبة للدورة الثانية، سواء بالنسبة للابتدائي وكذلك السلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي بالنسبة للمتمدرسين والأحرار، وكذلك بالنسبة لسلك شهادة التقني العالي. إذن فيما يخص السلك الابتدائي، فآخر فروض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الثاني ستكون ما بين 9 و15 يونيو 2022. إذن آخر الفروض ستكون ما بين 9 و15 يونيو 2022. أما بالنسبة للامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، يعني الامتحان الأخير في الابتدائي الدورة الثانية، سيجرى ابتداء من 20 يونيو 2022. إذا ابتداء من 20 يونيو 2022 سيكون امتحان الدورة الثانية بالنسبة للابتدائي. أما فيما يخص السلك الثانوي الإعدادي، فآخر فروض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الثاني ستكون ما بين 9 و15 يونيو 2022. أما فيما يخص الامتحان الجهوي يعني بالنسبة للثالثة إعدادي، فسوف يجرى في يومين ابتداء من 13 يونيو 2022. أما فيما يخص السلك الثانوي التأهيلي، فآخر فروض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الثاني سوف تكون بالنسبة للأولى والثانية بكالوريا ما بين 16 و21 ماي 2022. أما بالنسبة للجيد المشترك، فآخر الفروض سوف تكون ما بين 23 و28 ماي 2022. أما الامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا الدورة العادية سوف تكون أيام 7 و8 و9 و10 و11 يونيو 2022، والدورة الاستدراكية سوف تكون من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2022. هذا بالنسبة للمتمدرسين. أما بالنسبة للأحرار، فسوف تكون الدورة العادية يومي 3 و4 يونيو 2022، والدورة الاستدراكية يومي 27 و28 يونيو 2022. أما فيما يخص سلك شهادة التقني العالي BTS، فسوف يكون امتحانات السنة الثانية من أقسام التحضير لشهادة التقني العالي ابتداء من 2 ماي 2022. أما بالنسبة للسنة الأولى، فسوف تكون يعني آخر الفروض خلال شهر يونيو 2022. إذن هذا كل ما جاء في هذا الفيديو. ما لديه أي سؤال فليطرحه في التعليق، ولا تنسوا كذلك تشجيعنا بالضغط على زر جيم. وإذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى سوف نجيب عليها في فيديوهات أخرى في قناتنا على اليوتيوب، قناة بروف غرناط. لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. بالنسبة للإضرابات فقد تحدثنا عليها في فيديوهات سابقة، يمكنكم الرجوع إليها كما قلنا في قناتنا على اليوتيوب قناة بروف غرناط. وإلى فيديو آخر إن شاء الله.